بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بشكر قدس أبونا منسى على محبته وتعبه دايما فاتح قلبه قبل ما فاتح باب الكنيسة والاجتماع، واحنا دايما بنتعبه كتير. ربنا عوضه كل خير، هو قدس أبونا يوحنا، وانتوا كمان تعبانين وجايين في البرد، كل تعب تتعبوه من أجل ربنا متحوش لكم. قبل نهاية السنة في عتاب صغير بيقوله ربنا على لسان أشعياء النبي، بيقول في صح 48: هكذا يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل، أنا الرب معلمك وإلهك لتنتفع وأمشيك وأعلمك في طريق تسلك فيه. يعاتب ويقول إيه بقى؟ ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلوغ البحر وكان كالرمل نسلك وذرية إحشائك كإحشاء لا ينقطع إلى الأبد. عندي عليك لأنك تركت محبتك الأولى، لكلمة عتاب. والنهاردة بيعاتب يقول ليتك أصغيت إلى وصاياي. سنة عدت 365 يوم، لو انت كنت صغيت لوصاياي كان زمانك دلوقتي فرحان، كان زمانك كان نهر سلامك، كانش في اضطراب ولا قلق ولا خوف. لكن في الحقيقة الكل دلوقتي بيعيش في عدم سلام القلب، مضطرب خايف. بيقول لك أنا الرب إلهك وأديك سلام كالنهر، ما قالش كالبحر. البر هيكون كالبحر، لكن السلام رمز ليه بالنهر، لأن النهر ماء وإيه؟ عذب. الموج بتاعه هادي، لكن البحر دايماً إيه؟ مضطرب. فهو عشان يدينا سلام، سلام النهر الذي لا ينزع أبداً. بيقول يكلم كل نفس ويقول لها أنا الرب فديك، يعني أنا مخلصك، قدوسك، أنا المسؤول عن قداستك. ويقول أنا الرب معلمك، أنا لديك إيه؟ العلم الصح والمعرفة الحقيقية. يقول أنا الرب إلهك لأن أنا أبوك اللي خلقتك، أنا الإله المسؤول عن أبديتك. ليتك أصغيت إلى كلامي فكان كالنهر سلامك. ليتك أصغيت لوصاياي وبرك أجعله كلجج البحر. ربنا في آخر السنة بيحاسبنا، بيقول هل أنت أصغيت لوصاياي؟ طب ايه وصاياك يا رب؟ اول حاجه قال لك لا تدينوا لكي ايه؟ لا تدان. ده وصيه، هل انت اصغيت هذه الوصيه؟ هو بيهمس في اذن كل واحد فينا، انت اصغيت لهذا الوصيه؟ لو ما دنتش حد كان زمانك فرحان حاسس بسعاده ابديه. ده في مره كده واحد داخل الملكوت فبقول انت فرحان ليه؟ الاصل انا عندي وصيه المسيح نفذتها، لا تدينوا لكي لا تدانوا. فانا فرحان وداخل ملكوت محدش هيدني، عشان كده فرحان، سلامي لن ينزع مني لان نفذت هذا الوصيه. انا لو دنت حد
الله قبل الكل هيدني. كم واحد فينا قدر يطرد فكر الإدانة؟ كم واحد؟ لو أنت نفذت وصاياي كان كالنهر سلامك. لكن لكونك أنت بالدين وعمال تفكر ويمكن ربنا يستر اللي بين دينه يكون في قامة روحية أحسن من أي حد فينا. مرة ولد شاب راح يشتغل في دير، خبط على الدير وقت متأخر، طلع له أبونا المسؤول على البوابة: خير يا ابني؟ الوقت متأخر، حد يجي خلوة دلوقتي؟ قال لي: يا أبونا أنا مش جاي خلوة، أنا جاي أشتغل. اشتغل إيه حبيبي؟ أنت نجار أو حداد أو كده؟ عندك أي مهنة؟ قال له: لا. قال له: هتشتغل إيه يعني؟ عندنا عمال كتير في الدير. قال له: أنا يا أبي بفهم في الزراعة حلوة قوي. قال لي: يعني هو الدير ناقص رهبان؟ ما كل العمال بيزرعوا. قال له: لا، بس أنا يعني بحب زراعة العنب. اتصل بقى أبو: ماليش مأوى، أرجوك يا أبونا خدني، حتى لو ما دفعتوليش فلوس أي مبلغ هقبل بيه. أبونا حس إنه غلبان قوي. قال له: خلاص حبيبي، أنا إيه، هشوف لك شغلان. كلم أبونا المسؤول عن المزرعة، قال: ابعتولي. فراح اشتغل مع أبونا: تفهم في زراعة إيه؟ قال له: أنا شاطر في زراعة العنب. قال له: خلاص خش المزرعة. كان في تكعيبة، ويقال إنه دير البراموس، عندهم مزرعة عنب كبيرة. فبدأ ياخد فرع ويرقده شوية، يطلع فرع جديد يقص بقى الشجرة، يعمل تكعيبة جديدة، يعزق حوالين جزع بتاع الشجرة ويحط زبل، وهكذا الكرم أسمر. بدأ ما كان بيجيب في السنة طن، بدأ يجيب اتنين، واللي بعده بدأ يجيب ستة، واللي بعده بدأ يزيد، زادت قوي الثمرة. لكن الشيطان والإدانة ما بتسكتش. إخواته بدأ يحقدوا عليه ويدينوه، اشتكوا الرئيس لأبونا المسؤول: الأخ ده اللي أنت جايبه لنا عمرنا ما شفناه صلى. يعني هم كل اللي بيصلى يخش السماء؟ ياما ناس كتير عايشة في الكنيسة وبعيدة عن ربنا، ياما ناس كتير زي الجرس بتاع الكنيسة متشعلق فوق، ناس تخش تتناول تتقابل مع المسيح وهو متشعلق في مكان، يقول لك: أنا بروح الكنيسة ببوس الصور وبصوم اليوم أول يوم في الصيام. لا، هل تقابلت مع الله؟ بنيجي الكنيسة عشان نتقابل مع الله القدوس. في نوعية بتيجي الكنيسة عشان تاخد أخبار، نوعية تيجي عشان تدين، مش سخطة على الوضع العام كله أي إن كان. بدأ الأخ ده هو أخواته يضطهدوه ويقولوا له: ده ما بيحضرش قداسات. جابوا أبونا ووبخوا شوية، قعد يدينوه: ده ما بيأبونا بيجي الكنيسة وما بيتناولش، يروح يحضر القداس لحد نهاية القداس ويختفي كده، يطلع بهدوء ويمشي. بدأ يدينوه ما بيتناولش. جابوا رئيس الدير كده ووبخوه، قال: لو مش تحضر القداس تتناول لازم تمشي، وهحبسك واديك قانون وهمنع عنك المرتب الشهر ده هو زي باقي العمال. برضه يحضر القداس في هدوء يمشي. اخر مره جاب الرئيس قال له: بص انت مش مطيع، انت لازم تمشي يا ابي، خليني، اخواتك بيقولوا فيك ما يتقال، شكاوى كتيره فيك، لازم تمشي، انت هنا تبقى عصره لاخواتك. قال له: خلاص يا أبي، إذا كنت أنا هكون عصرة، أنا محبش أكون عصرة أبدا لحد. فبسط يديه وارتفع إلى السماء. كان المسيح إيه؟ شخصيا قعد يصرخ يقول: مبارك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي باسم الرب. كان ارتفع وسابهم. أوعى تفكر إن بالدين ده يكون في قامة روحية عالية، أو المسيح أو القديس من القديسين أو حد متخفف فضائل. لذلك المسيح خايف علينا وقال: ليتك أصغيت إلى إيه؟
إلى وصاياي لا تدين لكي لا تدان، لكي يكون كالنهر سلامك. تاني وصية المسيح ادهالنا قال اشكره في كل حين، اشكره في كل حين، اشكر في كل شيء. دي وصية، ليتك أصغيت إلى وصاياي كان كالنهر سلامك. سامحوني، أحيانا في ناس بتعرفش تشكر لكن تعرف تتذمر قوي، لكن تشكر لا. هو ربنا ادانا ايه؟ ده انا في مرة واحد قال لي انا لو شفت ربنا دي هضربه بالنار. ليه يا عم؟ ده ربنا ده عمره ما ادانا حاجة كويسة، جابنا الدنيا الشقاء والتعب، وجاب لنا اوجاع، وجاب لنا اتعاب، ويقعد يعدد. نسي محبة ربنا لما بيقول محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. ده أنا بحبك وحب أبدي، ده أنا سابر رحمتي عليك إلى الأبد دايما، محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. تيجي النهاردة تقول أنا ما عارفش أشكرك، أنا مش عاوز أشكرك، ولا واحد زم هتخدني يا رب من الدنيا دي. أشكره في كل حين، في الحلو وفي الوحشة. بيقول أحد الآباء القديسين لم تكن حياتنا بزيادة إن لم تكن بإيه؟ بشكر. لازم يكون في شكر. كل صلوة في الكنيسة نبدأ دايما بإيه؟ بالشكر، فلنشكر صانع الخيرات. في الأحزان، في الأفراح، في المعمودية، في مصحة المرضى، في القداسات، في العشيات، أي صلاة تبدأ دايما بإيه؟ بحياة الشكر. ليتك أصغيت إلى وصاياي كان كالنهر إيه؟ سلامك. كان زمانك فرحان. لو أنت بتشكر كان زمانك فرحان قوي. اشكره كل حين. شطار نطلب، حتى في الكنيسة في صلوات نسأل ونطلب من صلاحك. كم مرة بنشكر؟ مرة. لكن في الطلبات نلقى في كم أوشية نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. ربنا في مرة حب يورينا حياة الشكر، فظهر لواحد ملاك قال له تعالى أوريك حياة الشكر على الأرض قد إيه. شاف ملاك من السماء نازل بثبت مكتوب عليه من فضلك، وثبت تاني مكتوب عليه أشكرك، وسابوا ساعتين ثلاثة على الأرض. لقى الثبت بتاع ملاك من فضلك مليان، وبتاع أشكرك في كم ورقة كده. على فكرة يا جماعة، المسيح بياخد على خطره قوي قوي من عدم الشكر. حد يفكر معايا امتى ظهرت مشاعر المسيح في الحتة دي؟ هياخد 5 جنيه من ابونا مناس. هم 10 من السبعة، ابونا مناس من فضلك 5 جنيه. ما لفحهاش وادفعها انا، ما تقلقش. صح زي ما بيقول كده، لما المسيح شفى العشرة البرص واحد بس راح شكره. المسيح قال ايه يا جماعه؟ اليس العشرة طهروا بعد الم يرجع الا واحد؟ 10، واحد بس اللي هو قدم لي الشكر والباقي كانه حقه مكتسب. صحيح ابويا، بس كلمة شكر بتحنن قلب أكتر وأكتر وأكتر. ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان كالنهر إيه؟ سلامك. كنت واقف بتصلي كل حين وبتقول له لا تدخلنا فين؟ في لا تجربة. يجي المسيح ما دخلكش في تجربة، بترجع بتقول له أشكرك
ولا بتعمل ايه. اشكره كل حين كل حين على عطاياه اينما ان كان. طول السنه كده هو وقفت تصلي وتقول له صلوا كل حين بلا انقطاع ولا تمل. دي وصي ليتك اصغيت وصاياي. هل احنا بنصلي كل حين؟ احنا بنيجي القداس يا رب كويس، بس القداس دي صلاه جماعيه، انا بتلذذ بالصلاه الفرديه. انا بحب اسمع صوتك. فكركم لما بيقولوا تين سينو ايه بشي قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، عارفين المسيح بيعمل ايه؟ بيوقف الملائكه الصارخين حواليه يقولوا قدوس قدوس اسكتوا، ده في صوت طالع ليا من الارض. اصل ربنا لذته في مين؟ فينا احنا، بيتلذذ بينا، حب يسمع اصواتنا. الملائكه معه على طول، ده بيقول المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس ايه؟ مسره، في سرور، في فرح لما بيسمع صوت طالع له من الارض ويقف يصلي. عشان كده قال اسهروا كل ايه؟ حين. صلوا بلا انقطاع في سهر روحي. هل احنا بنسهر؟ بنسهر بس قدام التلفزيون او قدام النت او الايباد شغال على طول او التابلت او ممكن بالتليفونات نتناقل اخبار وسهرانين، اصلا ما جاينيش نوم. طب ما جايكش نوم بقى ايه؟ صلي. ده المسيح عتب قوي قوي على التلاميذ لما راح في البستان وهو يصلي وهم ناموا، يروح يصحيهم يناموا يصحيهم تاني وتالت ويقول لهم ألم تستطيعوا أن تسهروا معي ساعة بعد؟ صلوا بلا انقطاع. مش قادرين تسهروا معايا؟ ما ازاي عايزين تقعدوا في أبدية طويلة عريضة؟ ازاي أنا أحتملكم لما أنتوا مش قادرين تحتملوني ساعة في القداس أو ساعة في البيت أو ساعة في خلوة؟ ازاي أحتملك في أبدية طويلة؟ صلوا بلا انقطاع. ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان كالنهر إيه؟ سلامة. لو كنت بتتكلم معايا ما كنتش فرق معاك أبدا كلام الناس، كنت تحس إنه كلام الناس دي ولا حاجة، ما يفرقش معايا، يشتموا يمجدوا ولا يأثر فيا. أنا يأثر فيا رأي المسيح فيا إيه؟ أنا رب عاوز أتكلم معاك. علشان كده لما كان يقف الأنبا بشوي يقف يصلي تطلع الشمس يقول لها يا عدوتي لماذا تحرمين من الذي أحبه قلبي؟ تحرمين ليه منه؟ وكان يربط شعره كده هو في الحبل عشان ما ينامش. ولا يجي داود النبي الملك العظيم اللي وراه مشغليات وراه حروب وراه مقابلات وراه تدبير مملكة بحالها يقول كده هو كيف أعطي نعاسا لعيناي وراحة لصدغي إلا أن أجد موضعا مين؟ للرب. هل احنا بنعمل كده؟ هل ربنا لي موضع قبل ما ننام نحط راسنا كده وريح صدغه على المخدة وعايزين ربنا يقف معانا؟ ربنا ما بيتكروتش حتى في الصبيان بسرعة كده تصبح على خير يا رب. لا، في وقفة حلوة معاه، في متعة، في عشرة. ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان كالنهر إيه؟ سلامك. تحس بسلام، فرحان بالصلاة، متعزي، مسبي مسبي كده هو مع ربنا. يقال كده على القديس الأنبا بسنتاوس أسقف نقادة وقفت، كان يقف يصلي بقى مسبة مع الله لدرجة جت عقربة كده قرصته وهو واقف يصلي. ربنا يحميكم، قرصة العقربة صعبة جدا. هو رفع أيديه ولا حرك حتى رجله ولا نطر رجله اللي فيها وحسب العقربة، وعمال الدم سور السم يمشي 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 لحد ما وصل إلى القلب. خلاص يسمع كده المسيح وصوت وإيد المسيح تمتد
وتقول له لكونك معي في الصلاة ولم تنشغل بالآفات الرب ينزع عنك كل ألامك. شفت بقى مشي إيده كده كل مكان السم، ما هي أنت تتحرك يا ربنا يتحرك، لكن لو أنت مسبي بالروح معاه ومسلمه حياتك هتشوف عجب. اديني قلبك ولتلاحظ عيناك ايه، هتشوف. قل له ابصر عن عيناي كي ارى عجائب من شرائعك، عايز اشوفك، عايز اشوف المجد بتاعك. صلوا بالانقطاع، صلوا كل حين ولا ايه تملوا. وحزي داود بيقول 7 مرات في اليوم سبحتك على احكام عدلك. طب انت يا داود كنت بتصلي 7 صلوات، طب الباقي المزامير 150 دول جبتهم من فين؟ قال بين كل صلوة وصلوة بحلل بكم مزمور كده تسلية في السكة. دي بيسموها يا جماعة دلوقتي الصلاة السهمية، زي السهم تخترق قلب المسيح. هي يا رب يسوع المسيح ارحمني، اللهم التفت لمعونتي، يا رب أسرع وعني. في مرة كده كنت في ألمانيا ودخلت بيت من البيوت، لقيت الست كاتبة كده في المطبخ آية جميلة جدا، عاملة منشط كده يفطه فوق الحوض، كاتبة إيه بقى؟ هنا يكرم الله 3 مرات في اليوم. قلت لها يا ست وربنا بيغسل معك الأطباق ولا إيه؟ قالت لي في كل صلوة، سوري في كل وجبة، بعد ما خلص بغسل كده المواعين والعدة، عدة بالسوداني، أقول كم مزمور، قال نفسي خلصت صلاة التالتة، مرة تانية خلص الغروب، مرة خلص النوم، وهكذا. فعلا بفتكر ربنا زي ما ادانا الغذاء الجسدي بشكره على الغذاء الروحي. هنا يكرم الله 3 مرات في اليوم. ربنا يكرم، مش عاوز 3 أو 7 مرات، هل احنا محتاجين له بس 3 مرات؟ الله يتلذذ قوي. بيقول كمان ليتك أصغيت لوصاياي وصية جديدة، لا تكذبوا بعضكم على بعض. السنة دي على الأقل كل سنة نبدأ نرمي كده حاجة وناخد فضيلة، امسح من اللوح اللي عليك المتسجل، زي القديس موسى الأسود كان لوح أسود وكان لما يجي يعترف يمسح. كسب، لا تكذبوا بعضكم على بعض، وصية. يجي واحد يقول لي يا ابونا هو يعني كذبة بيضة؟ هو في كذبة أبيض وكذبة أحمر؟ هو في خطية كبيرة وخطية صغيرة؟ الكذب كذب. أحيانا بنكذب على أنفسنا، يجي بروح يحط صورة واحدة عريانة يقول ده لوحة فنية، أصل هو ضميره تلوح فبيسميها لوحة إيه؟ فنية. يكذب على نفسه، حط صورة المسيح، حط العذراء، حط القديسين، انظروا نهاية سيرتهم فتمثلوا إلى إيه؟ إيمانهم. كم مرة واحد كذب النهاردة؟ كم مرة واحد كذب الأسبوع ده؟ كم مرة واحد كذب الشهر ده؟ كم كذبة في السنة؟ تقف قدام ربنا فين من الوصية دي وتقول لي عاوز سلام؟ هيجي منين؟ ما هو بيقول لا سلام قال الله لمين؟ للأشرار. عشان كده السلام مش جاي لنا، لأنه في شر مزعل ربنا مننا. لا تكذبوا، وصية جديدة بيقولها لنا المسيح، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كالنهر إيه سلامك. مرة واحد كان متعود كل سنة يبعت من الجنينة بتاعته للملك سبت تفاح، كان في شجر معين في الجنينة دي،
الملك يحب الشجر يأكل منها. فيروح الملك يقطف الشجر يملى السبت ويبعت به الولد ويقول لي ولد خلي بالك تروح تودي للملك اوعى حد يعرف حاجة. وهو عدي واحد عجوز في السكة قابلته، حبيبي معك ايه؟ قال معايا خبز. يروح عند الملك يلاقي ايه؟ خبز. الملك يتصل بالراجل بيقول له انت بعت لي خبز وانا ناقص عيش، انا بعت لك تفاح. الواد جاب لي خبز. مرتين يبعت غيرهم، تقابله نفس الست في الطريق تسأله حبيبي ده ايه اللي معاك؟ ما تديني منه. قال معايا حجارة. يروح الملك يلقى سبت حجار، وهكذا. آخر مرة الملك زعل جدا وغضب وراح للراجل قال له تعالى لي حالا دلوقتي، وراه الحجارة وراه الخبز وراه له البيض. هو أنا محتاج الحاجات دي؟ أنا هاخد منك الجناب اللي فيها. قال لي يا جلالة الملك أنا بعت لك أطف بالشجر من إيدي. فرجع الواد قال له حبيبي أنت كنت بتودي الملك. قال لي يا بابا ليه أنت بتدهوني؟ قال طب إيه اللي حصل في السكة قول لي. فحكى له إذا كان هذا بيتغير قدام ملك أرضي فما بالك قدام ملك الملوك ورب الأرباب. كذب بتاعك ده هو كذب لا ينجي. أقول لكم حاجة بس أفرفشكم بيها عن البابا كيرلس من الكذب. جم يقولوا ناس من اسكندريه بيقولوا يا سيدنا احنا عاوزين ناخذ بركتك في مشكله عندنا. قال لهم يا اولادي انا راجع مصر عشان يا دوبك عندي مواعيد، تعالوا لي يوم السبت الساعه كام؟ الساعه 6، اوعى تاخروا عشان العشيه. حاضر يا سيد. جه يوم السبت نزلوا مصر، وصل حد الجيزه منطقه اسمها ميدان الرمايه، ليه واحد يوناني بيعمل سمك اسمه خريستو. قال له الله ريحه السمك حلوه والوقت بدري الساعة 4، ما تيجي نتغدى ونروح للبابا براحتنا. دخلوا منا منقوا السمك ونظفوا السمك وشووا السمك واتغدوا. كان جات الساعة كام؟ كان جات الساعة 5:30، 6 إلا ربع. منا ما وصلوا لسيدنا كان رأيه كان جات 6:30، ليه سيدنا نازل على العشية. يا سيدنا يا أولاد مش كان معادكم 6؟ أنا داخل العشية، مشوار جايين وفي الآخر أمشيكم كده بسرعة، تعالى يا ابني. أي يا سيدنا أنت عارف مصر وزحمة مصر والمواصلات والعربي. وقعد يقولوا له بقى إيه؟ قال لي يا أولادي يعني هو العربيات اللي أخرتكم؟ أي يا سيدنا. درس على الجرس كده عم عزيز رجل الطباخ، يا عم عزيز بسرعة يا ابني هات لهم لبونات خليهم هضم السمك اللي أخرهم. شفتوا بقى بتكذبوا على مين؟ في أب في السماء بيسجل كل كلمة بتتقال، كل كلمة بتتسجل ليك. فالمسيح بيقول لك لا تكذبوا بعضكم على بعض. كم مرة السنة دي سرقت في فلوس مش حقك؟ خدت فلوس مش حقك. يجي كده هو يقول لك وصية تاني، ليتك أصغيت لوصاياي لكان كالنهر سلامك، لا تكنز لكم كنوزا على الأرض، لا تكنز لكم كنوزا على الأرض. ليه يا رب؟ أقول لك أصله هنا في الأرض يسوس في صدأ في حرام ممكن يسرق. مرة واحد راح اشترى شروة من واحد وسرق من تمنها 1000 جنيه، وحفر حفرة وحطها في الأرض، وبعد سنة حب يطلع الفلوس ده هي طلعت، بس طلعت إيه؟ بودرة دابت، جالها العس أو العتة. لا تكنزوا لكم كنوسا على الأرض. ايه تحويشه عمرك فين؟
إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. بنقول يا رب أعطينا خبزنا كفافنا، خبز الكفاف، مش عايزين غير منك الستر. أنبا برقام شفيع هذا الكنيسة ليه مقولة مشهورة، حد يعرفها؟ ياخد 5 جنيه. ليه مقولة حلوة معروفة مشهورة عنه، بيقول ايه يا جماعة؟ حد يعرف؟ أيوة، أنت مصري تاخد جنيه واحد بس. لا حزن ولا عزن، ولا عملنا مخازن ولا احتاجنا شيء، وكان دايما ربنا ايه مديله كتير. ليتك اصغيت لوصاياي كان كالنهر سلامك. العاشت بكده دميانة بنت ابراهيم الجوهري، باباها كان رئيس وزراء، كان غني جدا، وتنيح اخوها وابوها تنيح، وهي الوريثة الوحيدة لكل الممتلكات. بعد ما مات أبوها بسنة جات الدولة قال يا بصي في حرامية وأحسن بدل مال أبوك وكده، احنا ناخدها ونحطها في خزائن الدولة، ولما تيجي تحتاجي حاجة ده مالك. ادوني فرصة 15 يوم هجمع كل الثروة وأديها لكم. خلال الـ15 كانت كل يوم تعمل مايدة لإخوة يسوع على مستوى عالي جدا، كل يوم كل يوم كل يوم. جه اليوم الأخير كانت تجمع عدد كبير جدا، وجم مسؤول الدولة يستلم منها، قالت له اتفضلوا فين الخزائن؟ تعالوا معي. دخلت هول كبير قوي وبعد هول أكبر وهكذا. الناس هم جمعوا كلهم ليه؟ قال كل ثروة أبوي أنا خزنتها في بطون الغلابة، في حرام يقدر يخش في بطن حد ويسرق؟ حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. فين؟ في السماء. إيه اللي مخزنه؟ ليتك أصغيت لوصاياي كان كالنهر سلامك. كل ما لي في السماء ومعك يا الله على الأرض إيه؟ لا نريد شيئا. احنا لما نيجي بنسجد بنعمل ايه يا جماعه؟ بنضم ايدينا، مفيش حاجه واخدينها معانا، بنبصم بالسبابه دي اللي بنبصم بيها، نضم ايدينا نسجد ونقول له كل ما ليا في السماء ومعك على الارض ليس ايه اريد شيئا. الشيطان لما جه سقط عمل ايه يا جماعه؟ بصم على الارض بالعشره دي بتاعتي، خدها يا عم خدها. كان في واحد ملك حط دستور للمملكة بتاعته، قال هينصب ملك على هذه المملكة يعيش كما يشاء، يفعل كما يشاء خلال السنة، بس بعد السنة يحصل ايه؟ ينفى إلى جزيرة ويسيبوه يموت. كل واحد يجي يقول يا عم عيشنا النهاردة موتنا بكرة، اتمتع يا واد شوية في أيامك، هو في أبدية؟ وكل الشيطان يجي يضحك على كل واحد ويخزن ويخزن ويعمل أرصدة عشان لما ينفوه يسيب ورث للأولاد. ولا جه ملك حط في عينه هذا الوصية، ليتك أصغيت إلى وصاياي كان كالنهر سلامك. كل ما لي في السماء ومعك يا الله على الأرض لا أريد إيه شيئا. بدأ يسأل ويتقص هينفى إلى فين. عرف أن ينفى جزيرة سريلانكا بطريقة سرية جدا، بعت معدات، بنى قصر كبير، كان شطبه وزينه تشطيب رائع، بعت مون تقضيه سنين كثيرة جدا، كانت السنة انتهت. واخدينه بقى كده بالموسيقى الجنائزية العسكرية ومودعين الوزراء والمشيرين، فبيسألوه كده هو بيقول له سيدي الملك أرى أنك فرحا بخلاف الملوك السابقين، أنت فرحان على إيه؟ هو أنت طالع رحلة صيد؟ ده أنت رايح لنهاية محتومة، ميت ميت. قال لهم بصراحة أنا فرحان لأن عارف نفسي رايح فين، أنا أعددت لنفسي مكانا حياة على الأرض شبيهة بهذه المملكة.
ربنا أوجدنا في هذا، لك كلنا كهنة وإيه وملوك، كل واحد ملك في حياته. حتى القانون الأرضي ما بيقدرش علينا. يقول الذين بلا ناموس هم ناموس إيه؟ لأنفسهم. اللي ما عندوش قانون عنده قانونه الداخلي، ضميره هو القانون بتاعه. لما تنفى من هذا العالم إيه اللي مستنيك؟ هل مجهز ليك مكان؟ إيه اللي مستنيك لما تنفى من هذا العالم؟ ليك خزائن، ليك قصر مجهزه هناك تعيش منه. جه المسكين قال كل يا نفسي وتلذذي خيرات كثيرة لسنين إيه عديدة. سمع صوتي بيقول له يا غبي، لمن أعددت في هذا الليلة تطلب إيه؟ نفسك. لكن بيعد في السماء هو اللي هياخد كل مالية في السماء، ومعك على الأرض لا أريد شيئا. عجبت صلاة أبونا النهاردة قوي لما بيقول حنن يا رب قلوبنا على أخواتنا اللي هم مش لاقيين يعيدوا زينا أو يتكسوا زينا أو يعيشوا في فرحة زينا. ده الرصيد اللي هو باقي لك في السماء، ده اللي هنخش على حسابهم، ده الكنوز الأرضية. لا تكنزوا لكم إيه كنوزا على الأرض. بيقول رقم 7 ليتك أصغيت إلى وصاياي. بيقول احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. هل سمعت كلام الناس؟ خدت حقك بإيدك؟ ولا نفذت وصية المسيح احسنوا إلى مبغضيكم؟ سبت ربنا لياخد حقه؟ ده هو بيقول أعطوا مكانا للغضب. يعني إيه معناها الآية دي؟ يعني إيه؟ أعطوا مكان للغضب يعني إيه يا جماعة؟ نعم؟ لا مش سامع. الواحد مبقاش نرفوز يمسك غضبه. حلو خالص. ايه تاني؟ يعني ايه مكان اعطوا مكان للغضب؟ نعم؟ عايز تكمل 5 جنيه يعني؟ تاخد 4 ماشي. شاطر بس مش حقه، اسيوطي. اتفضل. ايوه صح. برافو عليك، انت تستاهل 5 بجد. هو بيقول كده، هو المسيح اعطوا مكانا للغضب. مين اللي بيدين يا جماعه؟ لي النقمه انا اجازي يقول الرب. غضبك انت مش هجيب نتيجه، لكن غضب العلي ايه؟ وحش. غضب ربنا صعب. سيب ربنا هو صاحب الغضب. فاكرين البابا شنودة كان دايما يقول ايه؟ نستأنف لعدالة السماء كل الخير ومصيرها ايه؟ تنتهي. سيب ربنا صاحب الغضب هو اللي يتصرف. انا ما عنديش الدينونة. الدينونة ليس للملائكة ولا للبشر، الدينونة المين؟ للمسيح. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. هو اللي بيدافع، هو اللي بينتقم، هو اللي بيخلص، هو الديان العادل. احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لكل الذين يسيئون إليكم. حد فينا صعب يا أبونا؟ احنا بقينا ملطشة للي يسوى واللي ما يسواش. لازم يا أبونا يحسوا إن احنا لينا حق، لازم ندافع. مرة واحد بيقول لأبونا إذا عشت وسط الذئاب تزأب. قلت له الذئاب إزاي يعني؟ قلت تبقى ديب. قلت له بس ضد وصية الإنجيل. الوصية بتقول كونوا إيه؟ حملان وسط الذئاب. ما كنوش كونوا، ده عكس الوصية. ولكن الوصية بتقول إيه؟ كونوا حملان ودعاء.
ليتك أصغيت إلى وصاياي كان كالنهر إيه؟ سلامك. الشيطان عاوز ينزع السلام، يجيب لنا خطية غضب، خطية كذب، خطية إدانة، عشان بقى ينزع السلام بتاعنا. احسنوا إلى مبغضيكم. كان أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه ساكن قدام واحد من واحد جزار، وكان اسمه عم حسين. الصبح هو راح يقول له صباح الخير يا عم حسين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اصطبحنا بوشك. وهو راجع يحدفه بحتة عضماية ولا حتة مش عارف عصبة، ولا يدلو عليه الدم، جردل دم. وراه أيام صعبة جدا، لكن أبونا بشويك ما كانش سلامه ينزع أبدا. عارفين ليه؟ كان دائما بيصلي من أجل هذا الرجل. وجه في مرة مرض عم حسين، عارف إنه بيضرب بالسطور، راح قطع 4 صوابع، راح المستشفى. فأبونا بشوي خد تصوني أنجيل وعمل له أكلة حلوة وراح زاره في المستشفى. أول ما شاف أبونا داخل عليه نزل مع السرير وراح سجد تحت رجليه، قال له أقسمت بكل مش عارف إيماناتهم إنك أنتم أبر مني، أنا شفت فيك صورة الله الخالق. مين بيقول كده؟ عم حسين اللي كان كل يوم يديله وقبل رجليه وقبل أديه، قال له أنا ما استاهلش تعبك والمجيئك، أنا ما استاهلش أسكن في الشارع اللي أنت ساكن فيه. شفتوا بقى الإحسان والصلاة من أجل الآخرين تغير الذئب إلى إيه؟ إلى حمل وديع. لكن لو أبونا عاش ذئب يقصد ذئب، الحكاية مش هتنتهي. دي وصية إنجيلية، وليس ضعف وليس خضوع أو نخوة أبدا، ده هي قوة. القوي هو الذي يصفح، القوي اللي سامح. مين فينا سامح الآخر؟ ربنا سامحنا ولا احنا اللي سامحنا ربنا؟ احنا المتعديين، وهو نزل من السماء عشان يصالحنا. ويقول لك صالح السمائيين مع مين؟ مع الأرضيين. نزل هو بذات القدير القوي اللي يقول كن فيكون، لكن عشان يعلمنا الصفح، رغم احنا متعديين عليه بكل خطايانا كل ضعفاتنا، كل يوم نتعدى عليه، لكن هو كل يوم بيقدم ذاته ايه؟ صفحا وغفرانا من اجل ايه؟ خطايانا. القوي هو اللي يصفح. عشان كده عيش في سلام، عشان نعيش في سلام. كم مرة بعت لك واحد يسيء إليك أختبر إيمانك عملت إيه؟ فاكرين داود لما شمع ابن جيرة طلع يجري وراه ويشتم داود، يقول يا رجل الحرب يا رجل الدماء، ويحدفه بالطوب وبالزلط. طلع أبناير قائد الجيش سحب سيف رح يقتله، قال له لا مد شيدك عليه. الرب قال له سب مين؟ داود. هو ربنا بيقول حد سب؟ عايز يختبر احتمالنا إيماننا، هل هنصفح زيه؟ مش هو قال كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن إيه؟ أيضا. تعلموا مني لأني وضيع، هتبقى زيي ولا لا؟ مش أنت ابني؟ واللي يصيبك بيصيبني، تبقى زيي. قال له إيه؟ لا تمد يدك. الرب قال له سب داود، تأثرش في الشتيمة، سامحه يا رب، اغفر له وبارك وبارك بيته وأولاده، وقعد بقى يدعي له دعوات حلوة. وصية ليتك أصغيت لوصاياي لكان كالنهر سلامك. لا تهتموا بما لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولأجسادكم بما إيه تلبسون. ويكتر هذا الشيطان في مثل هذه الأيام، تلاقي يسموه عندنا في مصر الشيطان العيد، يتخانقوا في البيت عشان اللبس، يتخانقوا عشان البسكوت، يتخانقوا عشان الكوتشي شكله ايه ولونه ايه والفستان تمنه كام،
الحاجات دي كلها. ربنا يحميك اسم الشيطان العيد، يسبق العيد كده يفقد السلام عشان ما نفس الوصية: لا تهتموا بما تأكلون وبما تلبسون. ممكن واحد يفقد سلامه في بيته عشان أكله، هو مثلا بيحب الملوخية والمدام عملت له مثلا إيه نوع خضر آخر، تقوم حريقة في البيت، يفقد سلامه عشان إيه؟ عشان الأكل. والمسيح يقول له: لا تهتموا بما تأكلون ولا تشربوا. كل بيتقدم المسيح يقول لنا: كلوا كل ما يقدم لكم بشكر غير إيه؟ فحصين. الأطعمة للجوف والجوف للهاوية. شفتوا بقى حاجة مش كتير، إذا أكلنا أو لم نأكل فلم نزد عن قامتنا إيه؟ شبرا. لكن المسيح هو الذي يقوي في الصوم متمرد: أنا ما أقدرش على الأكل ده، هو أصل الأكل ده بيتعبني. ما تهتمش، سيب الله خالق الجسد وخالق المعدة وخالق العظم، هو اللي يقدر يتصرف، هو اللي يقدر يدي نعمة لك. عشان احنا بنحسبها والشيطان يحط في أذهاننا هذا الفكر، نلقى الصوم طويل وتقيل ومتعب وكله من قال كده: ليتك أصغيت إلى وصاياي كان كالنهر سلامك. لو تنفذ وصية لا تهتموا بما تأكلون ولا تلبسون، كان هتعيش في سلام وتعيش بفرح أبدي لا ينطق به ومجيد. مرة كده زلنا خدمة في بلاد نائية، خلنا عند واحدة ست أمراض الدنيا كلها فيها، قاعدة على كرتونة في حتة عشة، الدنيا شتا. كان يوم خميس، ماسكة خبزة كده وحتة ملح، قدامها خيار وقدامها قوطة. ايه اخبار يا ماما؟ نشكر الله يا ابني، زي الفل، عطايا ربنا كتير، نعمته لا تحصى ولا تعد. عمالها بص على النعمة لا تحصى ولا تعد، مش لاقي انتريه ولا سرير ولا دفاية ولا تلاجة فيها ولا طبق في لحمة ولا فرخة ولا غيره. قلت له: بص يا ابني، حبايبي جيراني حواليا، اللي يبعت لي خيارة، اللي يبعت لي قطياية، اللي يبعت لي حتة جبنة، اللي يبعت لي، عمري ما احتجت حاجة، ولا أبوك خلاني بلا أكل، بل معيش في نعمة وسعادة أبدية. سعادة أبدية؟ ده السعادة الأبدية الحقيقية. وناس عندها التلاجة مليانة والبيت فيه الخيرات، لكن ما فيش إيه؟ سعادة. عشان كده سفر الجامعة قال: لقمة يابسة بسلام خير من بيت مليان إيه؟ ذبائح وفي خصام. سفر الجامعة قال كده. فعيش في سلام لا ينتهي أبدا. لا تهتموا بما تأكلون ولا تلبسون. وصية تسعة بيقول: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. كم مرة اشتهيت حاجات كتيرة السنة اللي عدت، وصلت لإيه؟ أخدت إيه؟ يجي المسيح بيقول لك: لا تشتهي ما لغيرك. الشيء الوحيد اللي أعلن المسيح: من يشتهي الأسقفية يشتهي شيء حسن، غير كده مش حسن. شفتوا بقى؟ غير كده مش حسن. والمسيح اشتهى حاجة واحدة بس، قال: شيء واحد اشتهيته وإياه من الرب ألتمس. اشتهيت إيه يا يسوع؟ تسكن في فيلا؟ قال إيه اللي اشتهيته؟ أن أكل معكم هذا الخبز وأشرب معكم هذا الكأس لتح كرمة جديدة. مش عايز حاجة غير بس أكل وأشرب معكم هذا إيه؟ الجسد والدم. دي الشهوة الحقيقية. داود الملك العظيم قال: شيء اشتهيت أن ألقى على أعتاب بيت الرب لكي أفضل في ديارك إلى إيه؟ إلى الأبد. هل إحنا مشتهين نبقى في بيت ربنا على طول؟ آخر وصية:
المسيح بيقول لنا ليتك أصغيت إلى وصاياي وكان كالنهر سلامك. يجي لنا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفرها لنا. هل احنا في السنة دي خلاص باقي كم يوم داخلين على سنة جديدة قدمنا حساب وكالتنا، قدمنا اعترفنا؟ دي وصية. لو احنا عشت الوصية دي هي كان كالنهر ايه؟ سلامك. الواحد يبقى فرحان قوي لما يطلع من تحت ايد ابونا ويقرا له التحليل، يا سلام عسى يقول لك ده شيلة وانزاحت من فوق راسي. قد ايه الواحد كان مغموم، حس بسعادة وفرحة، انا النهاردة حصلت على تبرير من خطاياي. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل. من يغفر الخطايا؟ قال لك انا فاديك، انا معلمك، انا قدوسك اله اسرائيل. اللي لسه ما اعترفش يا جماعه شوف اب اعترفه، مفتدين الوقت، لان الايام ايه؟ يا ترى السنه الجايه نكون موجودين؟ مين فينا لا يكون راح الملكوت؟ مين يكون لسه فينا بينازع في الارض على حاجات ارضيه؟ من فينا لا يكون عايش في سعادة كالنهر، مش البحر الموج عالي بيضرب، كالنهر مية كده فيها انسيابية، ماء عذب يشبع ويرمش مية مرة. إن اعترفنا بخطايانا، هل فينا بنأجل؟ أوعى تأجل، ضمنتش حياتك. من فينا يا جماعة بيشك في أب اعترافه؟ من فينا بيدور على أب اعتراف جديد؟ ما يهمني ان احصل على مغفوره لخطاياك، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يغفرها لنا. وادى المسيح سلطان لخدامه، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتم عليهم امسكت. عشان نبدا سنه جديده ونودع سنه فيها خطايا كتير ومآسي كتيره نستقبله ونقول فليكن الله هو الأول والأوليات فين؟ في حياتنا. لإلهنا كل مجد في كنيسته إلى الأبد أمين. ليتك أصغيت إلى وصاياي كان كالنهر إيه؟ سلامك. مذكور الأيدي فين؟ أشعية 48:18. ربنا يبارك حياتكم ويديكم نعمة وبركة، تعيشوا كده سنة جديدة من ملئها النعمة والسلام والفرح والتوبة مع المسيح. لإلهنا كل مجد. بشكر قدس أبونا محبته.